هلو everybody، مرحبا بكم جميعا الى مراجعه دروس المستوى الاول، وانا ما زلت اعيد واكرر بمراجعه المستوى الاول، لانه اهم مستوى كما تعرفون هو المستوى الاول، لانه جميع المستويات او الدروس القادمه بتعتمد بشكل اساسي على مدى استيعابك وفهمك لدروسك الأولى أو الأساسية، وهي الدروس السابقة. طبعاً أنا قمت بعملية مراجعة الدروس بشكل مفصل وبشكل أيضاً يعني مراجعة سريعة. هذه المراجعة ستكون أفضل مراجعة ستجدها، لأنني قمت بعملية وضعها على شكل ترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. نحن جميعنا أو أنتم ندرس اللغة الإنجليزية من حروف أو كلمات أو قواعد أو أي شيء. لماذا؟ النتيجة النهائية التي يعني نهدف جميعنا للوصول إليها هي أنك إذا أردت أن يعني تقول هم طلاب، هي مدرسة، هؤلاء كتب جديدة، عندي منزل كبير، نحن نستطيع أن نسبح، أين هم؟ تسأل سؤال ماذا هي تعمل الآن؟ إذا أردت أن تقول هذه الجمل أو الأسئلة فأنت تستطيع أن تكونها بشكل صحيح وتترجم هذه الأفكار التي لديك. فإذا المفروض أنك تستطيع أن تترجم أو تحول هذه الأفكار أو هذه الجمل أو الأسئلة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. أنا الآن سأطلب منك إيقاف الفيديو وسأبعد عن السبورة، وقم أنت بمحاولة ترجمة هذه العبارات البسيطة والسهلة من العربية إلى اللغة الإنجليزية. بعد أن تقوم أنت بعملية ترجمتها الآن سنحاول أن نحلها مع بعض ونكتشف أخطائك التي أنت أخطأت فيها، لأنه كما أخبرتكم لابد أن لا تنتقل إلى المستوى الذي يليه حتى تتأكد تماماً أنك مستوعب هذه الدروس أو الأساسيات المهمة. لو نظرنا إلى الجملة الأولى، هم طلاب، هذه جملة بسيطة جداً، المفروض إن أنت تعرف تترجمها، فالمفروض أن تكون هم، هي they طلاب. لابد يعني الأخطاء التي قد يواجهها بعض الناس أنهم يكتبون they students، سيكتبوها بهذا الشكل، وهذا خطأ. البعض يقول لماذا أنا كتبتها بهذا الشكل؟ نعم، أنت نسيت الآر. يعني أنا من خبرتي في التدريس أجد أنه أغلب الطلاب بينسوا الآر. لماذا؟ ليش يا أستاذ مراد أغلب الطلاب بتنسى الآر؟ أغلب الطلاب بينسوا الآر لأنه بيترجم يعني حسب لغته العربية، فينزل كلمة هوم ثم يقوم بعملية ترجمة الطلاب اللي هي students. هو لا غير مقتنع، أو كثير من الطلاب غير مقتنعين بوجود الآر اللي لو ترجمناها هتكون ترجمتها هم يكونوا طلاب. فالبعض قد يقول لي يا أستاذ مراد لا توجد كلمة يكونوا، فأنا مش مضطر إن أنا أضعها. للأسف أنت مضطر. طيب أقنعني يا أستاذ مراد، لماذا يجب وجود الآر؟ لعدة أسباب. أول سبب أنه أي جملة في اللغة الإنجليزية لابد أن تتكون من فاعل، والفاعل اللي هو السبعة ضمائر الفاعل التي أخذناها، الآي، أنا، هي، هو، شي، هي أو هو، they، هم، we، نحن، وإت هو أو هي الغير العاقل، أو قد تبدأ الجملة بعبد الله أو علي أو فاطمة أو أيا كان. طيب جميل يا أستاذ مراد، هذه أنت تقول أنه نبدأ أي جملة بهذا الشكل، نعم، ثم لابد أن يأتي بعد الفاعل، هذا هو الترتيب، لابد أن يأتي بعد الفاعل، هذا subject، الفاعل يسمى subject، ثم لابد أن يأتي verb، فعل. فعل ماذا يا أستاذ مراد؟
فعل 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 مساعد مثل الار او الاز او الام، او قد يكون فعل مثل جو يذهب، ايت ياكل، بلاي يلعب. يعني انت يا استاذ مراد، النقطه التي تريد ان توضحها انه اي جمله لابد ان تبدا بفاعل، لابد ان ياتي بعدها فعل. الله ينور عليك. الفعل هذا قد يكون فعل اساسي مثل جو وايت وبلاي وسويم يسبح، او قد يكون فعل مساعد، والافعال المساعده كثيره مثل الاز والار والام. ونحن نعرف الفرق ما بين الاز والار، الاز مع هي وشي وات، والار مع يو وذي وي، والام مع اي. هذه المفروض ان انت يعني استوعبتها من الدروس السابقه. وهناك افعال مساعده اخرى مثل الكان، ممكن يكون الفعل مساعد كان يستطيع. درسنا ايضا الهاف او الهاز، يعني عندي او امتلك، والهاز مع هي وشي وات. إذا لابد أن تكون أنت مدرك أن الجملة تبدأ بفاعل ثم يأتي الفعل. إذا هل عرفت الآن وأدركت خطأك إذا لم تضع الآر؟ أن القاعدة تقول أي جملة لابد أن تكون من فاعل ثم يأتي بعدها فعل، فعل أساسي أو فعل مساعد. اتفقنا؟ هذا هو ببساطة الموضوع. قواعد اللغة الإنجليزية ليست كما العربية. العربية نحن نبدأ مثل الطريقة التي كتبت أو غلط بها البعض، يعني هم طلاب، بعض كتبوا they students، البعض لم يكتب الآر، لأنه في اللغة العربية القانون هذا غير موجود أو غير ملزم. في الإنجليزية ملزم أن تبدأ الجملة بفاعل ثم فعل. وصلت المعلومة؟ في اللغة الإنجليزية تبدأ جملتك بفاعل ثم فعل، فعل أساسي أو فعل مساعد. الإز والآر والآم تعتبر أفعال مساعدة، بالأخير هي أفعال. جميل، ننتقل إلى الجملة التالية. هي مدرسة. طبعا من الواضح أنه بيتكلم على امرأة، يعني فتاة، فمن الطبيعي أنك تبدأ الجملة بإيش؟ بشي، أكيد. يعني هذه جملة تريد أن تقول لأحدهم ها هي مدرسة، يعني امرأة أمامك وأنت تقول عنها هي مدرسة، فتقول شي. البعض قد يخطئ نفس الخطأ السابق كما تحدثنا ويكتب مثلا teacher، وهذا خطأ، لأنه سنرجع إلى نفس المشكلة التي شرحتها في السابق. أنت تبدأ الجملة بفاعل، هذا subject الفاعل، جميل، لابد أن يأتي بعدها فعل، فعل رئيسي، فعل مساعد، المهم لابد أن يكون هناك فعل. فطبعا بما أنها يعني المفروض تقول هي تكون، she is. البعض يقول يعني أنا بديت أفهمك، يعني هي تكون مدرسة، تكون غير موجودة في الترجمة في اللغة العربية، لكن هي ملزمة لنا في اللغة الإنجليزية. بالضبط، هي ملزمة لك في اللغة الإنجليزية أن تكون كلمة تكون موجودة. لماذا؟ أعيد للمرة الثالثة، لأن الجملة تبدأ بفاعل ثم لابد أن يأتي بعدها فعل، فعل مساعد is, are, am, have, can، أو فعل أساسي اللي هو فعل طبيعي go, play, study، يدرس، يسبح. متفقين على هذه النقطة؟ يعني قبل ما ننتقل إلى أي معلومة أخرى لابد أن تفهم وتدرك هذه المعلومة. طيب، ما زال هناك خطأ، البعض ما زال يخطئ أيضا، هناك نقص في كلمة البعض أيضا ينسى أن يكتب الآ. لماذا ينسى البعض هذه الكلمة؟ ولماذا هي ضرورية؟ نحن تحدثنا في درس الآ والآن لو تتذكروا أنها تأتي قبل الأسماء المفردة المعدودة. نحن نراجع مع بعض الآن. طبعا أنت إذا وجدت إلى التيتشر، هل هو اسم مدرس أو مدرسة؟ نعم اسم. هل هو معدود؟ نعم معدود. يعني هل يعني نبدأ بآ ولا بآن؟ لا، نحن نبدأ بآ لأن الحرف الأول إن لم يكن من الحروف المتحركة. ما هي الحروف المتحركة أستاذ مراد؟ راجعني ذكرني إياها. هي الأي والإي والأو. وين الأو؟ هذا الأو. الأي والإي والآي والأو واليو، هؤلاء الخمسة الحروف المتحركة. نحن تحدثنا إذا كان الحرف الأول من هذه الحروف سنضع قبل الاسم آن. آن
لكن إن كان الحرف الأول ليس من الحروف المتحركة فنصر آ. إذن يعني أنت الآن إذا كتبت الجملة بهذا الشكل فأنت فهمت ومستوعب الدروس. إن لم تكتبها بهذا الشكل فهناك أخطاء تحدثنا عليها، ركز على أخطائك حتى لا ننتقل للمستوى التالي إلا وأنت مستوعب بشكل كامل. الجملة الثالثة: هؤلاء كتب جديدة. يعني في كتب أمام الشخص هذا وهو يريد أن يقول هؤلاء كتب جديدة. ترجمة هؤلاء، البعض قد يكتب this، البعض قد يكتب this، وهذا خطأ، لأنه this للمفرد وهو يتكلم عن كتب يعني ليس كتاب. فالجمع من this هو الصحيح، ما هو؟ these هي ترجمة هؤلاء. نحن قلنا this هذا للمفرد القريب، أما these فهي هؤلاء للجمع القريب، وكانت هذه من درس أسماء الإشارة. طيب، المفروض البعض أيضا قد ينسى الـ R. أنا الآن من الآن سأوضح لك أنه لابد أن تكتب R. لماذا R يا أستاذ مراد؟ لأنه أنت ستقول كتب وليس كتاب، يعني طبيعي أنها جمع. واضح الأمور يا شباب؟ في فرق ما بين this is وما بين these are. This is مفرد و these are جمع. الخطأ الذي قد يحصل عند كثير من الطلاب أنه سيكتب book new، يعني بيضع صفة الكتب التي هي جديدة بعد الكتب، لأنه متأثر باللغة العربية. والحقيقة أن هذا خطأ، لأنه في اللغة العربية نحن نأتي بالصفة مثل طويل وقصير وجديد، نأتي بها بعد الاسم مثل اللي هو الكتاب والقلم. في اللغة الإنجليزية سبق وتحدثنا أن الصفة تأتي قبل الموصوف. هذه قاعدة عامة يا أستاذ مراد، قاعدة عامة في اللغة الإنجليزية، ومن أكثر القواعد الواضحة كفرق ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. الصفة قبل الموصوف، يعني صفة الكتب أنها جديدة، المفروض أنك تقول new ثم تضع books هنا. معلش يا أستاذ مراد، عيد. هؤلاء these، والthese تأتي دائما جمع فتأتي دائما مع R. الكتب تم وصفها بأنها جديدة فوضعت الصفة قبل الموصوف، يعني these are new books. new books جمعنا الكتب، كانت book فجمعناها بالS. طيب يا أستاذ مراد، لا نحتاج الآ والآن؟ لا نحتاجها لأنها كتب، ونحن لا نستخدم الآ والآن قبل الأسماء الجمع، نحن نستخدم الآ والآن الأسماء المفردة. عندي منزل كبير، هذه جملة وهذه بسيطة. الجملة مين اللي عنده؟ البعض أنا ألاحظ أنه لا يكتب I، يكتب have. يعني الكثير من الطلاب يخطئ ويكتب have. من الذي عنده يا أخي؟ لحظة، أنت عندما تقول have لا يوجد جملة في اللغة الإنجليزية إلا وتبدأ بفاعل. ما هو الفاعل؟ الفاعل I و he و she و it و you و they و we و عبد الله و فاطمة. لابد أن تبدأ جملتك بهم، لأنه الآن من الذي عنده؟ أستاذ مراد أنا عندي، من الجملة واضح أنه عندي أنا، إذن أنت لابد أن تكتب I. بس هي مش موجودة في الترجمة، هي مش موجودة في الترجمة لأنه إحنا بنتكلم بهذا الشكل، عندي، عندها، عنده، عندكم، يعني باللغة العربية لا نحتاج. لكن في الإنجليزي لابد أن تكتشف الخطأ أو الفرق ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. العربي ممكن نقول عندي، ليس شرط أن أقول أنا عندي. في اللغة العربية نقول هو عنده، ليس شرط أن نقول هو عنده أو عنده. لكن في اللغة الإنجليزية لابد أن تبدأ جملتك بالفاعل السابجكت، هو I و he و she و it. I have. أيضا نفس القصة، كتب جديدة، منزل كبير، الصفة قبل الموصوف. I have a big house. البعض قد لا يكتب الآ، لماذا؟ البعض يقول يا أستاذ مراد أنت هتخربطنا وتجنننا ليه؟ مش أنت قلت إنه الآ والآن لا تأتي قبل الصفات، وبيج كبير صفة،
كلامكم صحيح أو من يقول هذا الكلام صحيح، ولكن أنا أقصد لا تأتي قبل الصفة لوحدها، لكن الآ هذه هي خاصة بالاسم اللي هو الهاوس اللي هو المنزل. أنا عندي منزل وصفته بأنه كبير، فإحنا لو شلنا كلمة big ستصبح I have a house. الآ هي للهاوس وليست لبيج. البيج جاءت دخيلة تصف فقط البيت بأنه كبير فقط. يعني يا أستاذ مراد الآ والآن ما أضعها قبل الصفة لوحدها، لكن لو جاءت اسم صفة واسم فممكن أستخدم الآ والآن وأقصد بها للهاوس أو للبوك للبن. نعم ممكن تقول أنا عندي كتاب جديد، نفس القصة I have a new book. A new book الآ ليست للنيو ولكن للبوك، يكون مفرد طبعا بوك مش بوكس كما هنا. واضحة يا شباب؟ طيب نحن هذه الجملة، نحن أنا بدأت لك الجملة ووضحت لك أنك تستطيع أن تبدأ الجملة بوي. نستطيع كان أن. يا أستاذ مراد حاولت أترجم أن ما وجدت لها ترجمة. يا عمي سيبك منها، هي ما تترجم، هي خلاص كذا. نحن نستطيع وي كان سويم، يعني هذا هو مش قرآن، هذا كلام، يعني نحن نستطيع أن نسبح، نحن نستطيع أن نجري. فكان معناتها تستطيع أن، هي كذا معناتها تستطيع، تستطيع أن. I can speak English، أستطيع أن أتحدث الإنجليزية. أن ليست مهمة، أستطيع أتحدث، أستطيع أن أتحدث، يعني لا تدوش راسك بكلمة أن. أنا أكتبها لكن ليست بالضرورة أن تترجمها أنت، أنا ليس لها ترجمة. لأنه كان معناتها أستطيع، أستطيع أن أسبح، أستطيع أن أجري، أستطيع أن أطبخ، كما تحب. هذا السؤال أين هم؟ أنا أريد أن أتأكد أنت في المستوى الأول هل أتقنت، هل أنت متقن لعملية تكوين السؤال أين هو، أين هي، أين هم، أين نحن؟ يعني هل عندك المقدرة؟ أيوة أيوة يا أستاذ مراد أنا متقن لها. طيب يلا ترجم لي هذا الموضوع، اترك السبورة. أين هم الطلاب؟ أين هم الطلاب؟ كيف تترجمها؟ ها؟ لازم تكون عندك سرعة. Where are the students؟ اس الجمع. أين هي القطة؟ ترجمها. ها حاول، أنا بحاول أساعدك، يعني Where is، هناك فرق ما بين Where are Where is. الفرق بينهم أنه الار مع بتسأل على جمع والis بتسأل على مفرد. طيب Where is the cat، أين أين هم، يعني هو يقصد أين هم فقط، وهم هذه تقصد بها ماذا؟ they. فالسؤال تركيبه Where are they. لماذا يا أستاذ مراد وضعت الآر لم تضع الإز؟ ببساطة أن الآر مع الذي مع اليو، الإز مع هي وشي وإيت، لا أحتاج أن أضع إز. واضح؟ عشان كذا أنا أطلب منكم أنكم تتدربوا على عملية تكوين السؤال Where is he؟ Where is she؟ Where are they؟ Where are you؟ لابد أن تتقن عملية تكوين السؤال. آخر شيء، ماذا هي تعمل الآن؟ ماذا، هناك سؤال معروف اللي هو What are you doing؟ هذا السؤال بناء على هذا السؤال What are you doing؟ تقوم بعملية التحويل، ماذا هم يعملون، ماذا هي تعمل، ماذا؟ فماذا هي تعمل What is؟ لماذا is يا أستاذ مراد؟ لأنه أسأل على شيء. طيب تعمل doing، What is she doing now؟ الآن. طيب يا أستاذ مراد لو كانت ماذا هي تأكل، سأغير doing إلى eating. طب ماذا هي تقرأ، What is she reading. ماذا هي مثلا تطبخ، What is she cooking. طب لو كان السؤال ماذا هو، What is he، سيتغير الشيء إلى he. طب لو كان السؤال ماذا هم، What are they، سيتغير اثنين. لابد عملية التغيير هذه تكون عندك سهلة وأنت متمرس عليها. لا أريد أن أطيل الفيديو أكثر من ذلك، ولكن لا تنسى الاشتراك ولا تنسى اللايك عشان توصلك الفيديوهات القادمة. أنا هترك لك الصبورة يعني تشاهدها كما تريد. المراجعة مهمة جدا حتى لا ننتقل لمستوى دون أن ندرك أو نفهم المستوى الأول بشكل كامل.
شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق، وأنا أترك لكم السبورة شاهدوها.